كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الزيادة السكانية غير متماشية مع قدرة الدولة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة. وأضاف السيد الرئيس أن التحديات التي تواجه الدولة تزيد من الإصرار على العمل والبناء. قدرة الدولة مش متماشية مع قدرة نمو الدولة. الاتنين مش زي بعض. يعني أنا لو عندي مصروف 1000 جنيه، دخلي مش 1000 جنيه، فيبقى في عجز. أنا مش بتكلم في موازنة، أنا بتكلم في عجز القدرة، الأداء. يبقى إحنا دايماً ده بينعكس على النتيجة، ندي فرص عمل مبنية على النظم لأن هي أقل تكلفة. فلما نزلنا للوعاء بتاعنا، أنا بقول لكم يا مصريين كلكم، يا اللي أنتم مهتمين بمواطنيكم وأهلكم وأولادكم ومستقبلهم، ففوجئنا ان احنا الكلام ده يعني يخفض معنوياتنا اللي هقوله. والله ان كل الكلام ده لا يزيدني الا اصرار شديد على القتال والعمل من اجلك يا مصر.